راح لي شباب اثنين وزلمتين وتشتتش منه وجرتين غاد وتشتتنا بالبرد بالمطار وثلاث اولاد عندي على الانيني. نعم الله ينعم عليك على الحليب. ما في حليب؟ ما حدا عم يجيبوا لنا شيء، ما في حليب والله يا ابني، اللي نارين من دون اكل، انا مثل ام كون وجاي نفسي على علبتك سطل اللبن، محمية على اللبن، ما بقدر اكل الا اللبن ولهذا. نعم الله ينعم عليكم، الله يحميكم تجيبوا لي اياهن ان شاء الله، الله يوفقكم ايمتى تجيبوا لي اياهن ان شاء الله نجيبهم ايمتى يا ابني، الله يخليكم. ايه يا عمتي، يعني اقول لك ايه، تحكي كمان يا شو رايك بشار الاسد؟ شو رايك فيه؟ احكي شو رايك فيه خالي؟ احكي عمتي احكي احكي. الله لا يوفقه. الله شاطر. الله لا يوفقه. الله لا يوفقه. الله لا يوفقه. الله لا يوفقه، يعرف شبابه، شتت شمنه، وراح لي شباب ثلاث شباب. شتت شمنه، وبالشوارع وضريرة أنا معزة، جرتين غير راحوا لي يا ابني. يا ابني الله يحميكم، ما أنا غير الله وأنت. الله لا يوفقه، يعرف شبابه، شتت العالم وأني وإحنا وأطفالنا وأولادنا. الدروب وبالمطر وبالوحل، جوعانين عشانين أولادنا. على الأنينة الأولاد على الأنينة. الله يحميكم، يجيبوا لي تطل اللبان وكرتونة البيضاء كل أتقوى. إلي نارين من دون أكل. هلا ليك نارين بدون أكل؟ والله إلي نارين، ماني عم آكل يا ابني مريضة. مين سرق البيت تبعك؟ مين سرقه؟ نعم. البيت مين سرق البيت؟ البيت؟ إيه. يا ابني أنا ضريرة ما بطلت، راح البيت انسرق. مين سرق لك إياه؟ ما بطلت أنا ضريرة، حطيت على الأغراض ما في لا أغراض ولا شيء. بطلت بخاف كل يوم متأكل ما بي.